أكد ما يعرف بمركز المصالحة الروسي في سوريا استئناف عمل ممر تل السلطان أبو الظهور الإنساني في منطقة خفض التصعيد بإدلب، ما من شأنه أن يسمح لأكثر من 4000 مدني بمغادرة منطقة النزاع حتى نهاية هذا الشهر. وقال رئيس المركز أليكسي تسيغانكوف إن الظروف المناسبة لعودة النازحين باتت جاهزة في أغلب الأراضي السورية بحسب تعبيره، وأنه نتيجة لذلك فقد عاد أكثر من 69000 مدني من مخيمات اللاجئين والنازحين إلى ديارهم في الغوطة الشرقية بريف دمشق.